لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على كيفاش غادي نوجدوا دي مادلين بالشوكولات. غادي نحتاجوا المقادير ديال لي مادلين: 170 غرام ديال الدقيق، 90 غرام ديال سنيده، 65 غرام ديال الزبده، 120 مللتر ديال الحليب، حيضة واحدة، قبسة الملح، خمارة حمراء ديال و خمارة ديال الفاني وحدة بيضة، غرام ديال الشوكولا. كما كتشوفو ديجا درنا بيضة هنايا، دونك غنزيدو عليها الحليب. خمارة ديال الفاني فوالا، والزبدة. هنا كما تشوفوا غادي نخلطوا خميره ديال الحلوه مع الطحين وقبسه ديال الملح وسنيده، فوالا نخلطهم كاملين. كما كتشوفوا كيتخلط مزيان مع الزبده والطحين والسنيده، المهم الخليط كامل. صافي تضرب مزيان، ومن بعد غادي نديروا لي مورسو د الشوكولا، غادي نديروا المورسوات اللي عندنا ديال الشوكولات. ودابا كما كتشوفوا راه درنا الشوكولا، نخلطوه شويه هنا بلا ما تخدموا الطراب، غادي ديروا غير هاد سباتول. فوالا دابا غادي نديروا في المول. فوالا عندو قياس واحد، يعني كل وحده غادي نديرو فيها، ما نديروش وحده اكثر من وحده باش يجونا مقادين في العماره. دابا غادي نديرو عاوتاني فوق منهم معلقه وحده، عاوتاني هنا في الاول درنا قياس واحد،
باش يجيو كلشي مقادين. فوالا هذا درناه بالزبده، ومن بعد غادي نديرو ديال دي مادلين ديال الزيت. هذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين ديالنا، كنتمنى يعجبوكم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، كنتمنى لكم كل هنا ان شاء الله. بسلامة.